عام 1973 عاد وديع إلى القاهرة ليشترك في فيلم نار الشوق. في ذلك الوقت كان تعاوناً رائعاً مع الموسيقار والفنان الكبير فريد الأطرش في أغنية على الله تعود. ويوم تسجيل هذه الأغنية ومن شدة إعجاب فريد الأطرش بها وبصوت صاحبها الهادر الرائع، همس في أذن أحد الحاضرين وهو يشير إلى وديع قائلاً: إن هذا الرجل يستطيع إذا أراد أن يقعدنا في بيوتنا. على الله على الله تعود بعجتنا والفرح تغمر دارنا البسني والفرح يا ماح. على الله تعود بعجتنا والفرح تغمر دارنا البسني والفرح قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب. يا لا 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 ماذا نقول بعد في صوت وديع الصافي؟ صافي الصوت وصافي القلب. موقع كفرواي.com